مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. ندوه كانت مثمره جدا النهارده في التناقش حوالين اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي واوجه الاختلاف ما بينها وما بين لائحه او اللائحه الاسترشاديه الخاصه باللجنه الاولمبيه، طبعا في تواجد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي وبعض اعضاء مجلس الاداره. لكن خليني سريعا يا كابتن ميدو، معايا في هذه اللحظات استاذ محمد جمال هلال عضو مجلس اداره النادي الاهلي، برحب بيك في البدايه. واعتقد النهارده ندوه كانت مثمره وشيء ايجابي جدا في التناقش مع اعضاء النادي الاهلي. مساء الخير. طبعا احنا كمجلس اداره بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوعي اعضاء الجمعيه العموميه بقدر الامكان عن اللائحه والفرق بين اللائحه دي واللائحه الاسترشاديه، ونحاول ان احنا نعرفهم ونوصلهم ان احنا فعلا في معركه حياه او موت كاعضاء نادي اهلي، لان اللائحه بتاعتنا لازم نبقى احنا اللي معتمدينها وما فيش اي جهه تانية تفرض علينا لائحتنا. يعني احنا ككوميونتي او كمجتمع لازم احنا اللي نطلع اللي تبقى مننا وبتعبر عن ارادتنا ومحدش يفرضها علينا. وعلى طول العصور على مر العصور الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اثبتت ان هي في المواقف الصعبه بتقف، وبتقف وقفه جامده جدا. عشان كده احنا كلنا ثقه ان ان شاء الله ان شاء الله الجمعيه هتكتمل، ويمكن تكتمل كمان من اول يوم مش اليوم الثاني. البعض بيتكلم عن قانونيه ان هي تقام على يومين، هل انتوا كمجلس تاكدتوا من قانونيه هذه الجزئيه بالتحديد؟ احنا كمجلس اداره تاكدنا تماما ان احنا موقفنا قانوني جدا وما فيهوش اي مشكله بتشوب، لان اللائحه بتقول ان هي جمعيه، ان هي سوري، ان هو اجتماع خاص ولا جمعيه عموميه ولا جمعيه غير عاديه. بعدين اللجنه الاولمبيه سابت لمجالس الاداره حق التنظيم اليوم ده هيبقى عامل ازاي. فاحنا تسهيلا على الاعضاء وعلشان نضمن ان الناس تقدر ان هي تحضر، خصوصا ان احنا في عز الصيف في اجازات يمكن اخر اسبوع قبل مدارس، داخلين على الحج طبعا الناس اللي بتحج ربنا يتقبل منها، وعلى اسبوع العيد اللي كل الناس بتطلعوا اجازات، فالموضوع مزنوق جدا. عشان كده احنا تيسيرا على الاعضاء قررنا ان احنا نعملها على يومين، وتاكدنا مما لا يقل عن 50 قانوني ومستشار ان احنا موقفنا القانوني سليم 100% وان احنا مفيش اي شائبه علينا. دي اهم حاجه. لكن احنا بخلاف بقى اللائحه النهارده شفنا بعض الاعضاء اليوم بعض الطلبات المعينه سواء هنا في مقر النادي الاهلي بمدينه نصر الجزيره الشيخ زايد، ازاي هيتم التعامل مع هذه الطلبات وتلبيه كل ما يحتاجه اعضاء النادي الاهلي؟ احنا ده بالنسبه للائحه بتاعتنا، احنا كل الاعتراضات اللي موجوده على اللائحه احنا بنسمعها، لكن في الاخر الاعضاء عارفين ان اللائحه دي ممكن ان هي تتغير في اي وقت. احنا عملنا لائحه، جبنا لجنه قانونيه على مستوى عالي جدا، طبعا المستشار رجاء عطيه ومستشار عبد المجيد محمود وكابتن علاء مشرف من اللجنه الاولمبيه، احنا جبناهم عشان يعملوا لائحه النادي الاهلي. وانا اعتقد ان اللائحه ما فيش خلاف عليها الا في نقاط بسيطه جدا زي ما الباشمهندس قال، ممكن تبقى حاجه خطا طباعه او حاجه، طبعا ده سهل جدا استدراكه وتعديله. زائد ان اللائحه لو في اي حد ليه اعتراض على اي بند في اللائحه احنا نقدر ان احنا بسهوله بعد كده نغيره. احنا اللي عايزين نثبته دلوقتي ان احنا لائحتنا هتنبع من داخلنا بارادتنا، محدش هيفرض علينا اي حاجه. شكرا. شكرا ليك. شكرا. ده كان طبعا لقائنا مع استاذ محمد جمال هلال عضو مجلس اداره النادي الاهلي النهارده. كابتن